مجد، هل ده يعني هيضمن سلامة؟ هل يمكن ضمان سلامة المرضى وسلامة البشر في مشروع بهذا الشكل؟ أو على الأقل عموما على الفكر بدون الدخول في التفاصيل، لأن التفاصيل يمكن تعديلها يعني. وبقول لك الحكومة مقدمة مشروع قانون مماثل يعني. ابن سينا لما قرر ان هو يعمل جراحة ويخترع أدوية عشان البنج، هيئة العلماء في المستشفى قالت له لو حد جربت عليه وجراله حاجة هتدفع له الدية، وساعتها عملوا في المستشفيات حاجة اسمها مستشفيات ياخدوا فيها موافقة على التجارب، وكل يجمعوا فلوس بحيث ان كل عيان هنجرب فيه هيبقى قدامه 100 ناقد وانتهينا. ليه؟ لانه ده حقه، وكان ده بيحصل. بس كده هتتحول مسألة لبزنس يعني وعزف على وتر معاناة الناس يعني. هي هتفضل طول عمرها كده. بس الورق المكتوب ده برضو مبدئيا الورق ده اتعرض علينا بفرق 3 جمل بالملي. اتعرض علينا في ديسمبر 2012 ودخل مجالس الأقسام في كليات الطب واترفض رفض قاطع وبات، وتناقش هنا واترفض رفض قاطع وبات. القانون ده مشكلته حضرتك ان انت ما حطيتش ولا ضمانه تحمي بيها المصري، وفتحت الباب للتجارب على ادويه بلاد المنشأ المختلفه. يعني النهارده انا في مصر افتح للمصريين يجربوا واحط ضوابط عشان انا مخترعه مصريه وعايزه اجرب في المصريين، لكن انجلترا تجرب الدواء اللي ما جربتوش على اولادها عندي ليه؟ إذا كانت هي لما هتبيعه هتكسب منه هناك. هي مش لازم أطلع فاصل تاني وبعدها. طب أنا بس أقول حاجة تانية برضو. خليها لما من الفاصل، هاخد تعليقات أخيرة من ضيوفي بعد الفاصل، لأن القضية يعني في غاية الأهمية، فيها خوف على حياة البشر. أكيد طبعا.